عمي طلال، من بكرة الصبح الله يرضى عليك تنزل على الخان وبتبلش الشغل. ايه بس عمي الطالب يعني خان ما بده شغل. هلا ان بده ولا ما بده، انت بتنزل بتستلم الوكالة والحسابات، مشي؟ طيب عمي ابو طالب، والشباب اللي عندها؟ طاهر والشباب بيأمنوا طلبيات السوق، انت مالك علاقة. اسمع شو عم يقول لك ابي. انا بأمرك عمي ابو طالب. شرف عمي، اي دفع الحساب. والله كثير هيك عمي ابو طالب كثير. لا تشلشني، هدول دفعة، بعدين انت راجع من غياب، عيب. خليهم معي. ابي مو غريب طلال. اسمع شو قالي. يلا اسمحوا لنا. لا عمي ابو طالب، من بعد اذنك اليوم بدك تغدى عنا، هلا بروح بجيب قوتي الغدا وبرجع من بعد اذنك. ايه خلص، منتوا علي. الله يخليك منك، على اذنكم. الله معك. شلونك انت وياه؟ بدك تدير بالك عليها، نحن بالاساس شارينه له والباقي على رب العالمين. نقول يا هالدمعة يعيش والايدين يا رب. بدنا خدمة حريز. الله يرضى عليك. يشوف وقتهم. صح ما قلتي لي خالتي؟ ايه؟ لمين وشوش هالمقامات هالمرة؟ هالوش اللي بإيدي لمقام سيدنا يحيى عليه السلام. عليه السلام. والوش اللي بإيد خالتك أم حسين لمقام ستنا رقية عليها السلام. عليها السلام. يا ستي الله يجزيكم الخير ويجعل هالعمال بصحايفكم. الله يرضى عليك ويفرحنا فيك. فرحنا فيكم. مو لنفرح بأبو العباس ومحسين بالأول خالتي محسن. إيمانك شايف رح يطلعوا روحنا بعنادهم. الله كريم خالتي، الله كريم. إيه والله. وعليكم السلام، أهلين عمي طلال. عنك عنك أنا بربط الخير. هي إجا لحاله. إيه. السلام عليكم. أهلين خالتي طلال. وعليكم السلام يا أهلين. شو وين أبو العباس؟ راح هو ومحسن. خير لوين راحوا؟ ليش أنا بعرف يا خالتي وين بيروحوا وين بيجوا. بيني وبينك كنت أنا وخالتك أم حسين رح نجي لعندك ونحكي معك جوز كلام، بس يلا هي اجيت أنت لحالك. خير خالتي شو في؟ اسمنا لحالنا لخالتي وما حدا عم يسمعنا. هلأ شغلتك صارت مثل شغلة رشيد ابن أحمد البغجاتي. أي شغلة خالتي؟ أيوه خالتي، ما بدها خجل، الشغلة لا بإيدك ولا بإيد حرمتك. أيوه. اللهم صلي عليك يا سيدي يا محمد. شو يعني إيه؟ اسمع، الزلمة واظب على أكل العسل وحبة البركة، وبإذن واحد أحد بعد انتظارها 4-5 سنين أكل العسل وحبة البركة من هون، قامت طلعت مرته حبلة من هون. خالتي بوس إيدك يميني من هالسيرة إذا سمحتي. ليش تقبرني؟ ما بدك يكون عندك ولد يعني؟ لا خالتي ما بدي، أنا ما بدي، وشيلوني من هالسيرة لأنه بتضوجني بتخليني أحمل حالي وأمشي. شفتي؟ وحد الله لك خالتي، خالتك أم حسان عم تحكي لمصلحتك. خالتي وأنا بعرف وين مصلحتي، خلص بقى قيمونا من هالسيرة. إيش وكفرنا لا سمح الله؟ شبك؟ لك يا خالتي ما كفرتوا، ما كفرتوا، بس أنا هاي السيرة بتنكرزني، بتضرب لي على العصاب. كفيت مغيب عن الكل مشان مو كل ما واحد صادفني يفتح لي نفس السيرة ويزيد همي وخيبتي وغلبي. ليكن رجعت لنفس الرغي، لنفس الأسئلة اللي هربت مشانها. لا عاد قلت له لحمزة من ساعة ما وافقته أجي معه على الشام، حلفته أوعك تفتح سيرة كيف مغيبي المخلوق. قام ليكو طلع فاضح الدنيا كلها. داخلي من سق ونقها العالم. طيب احكي لي. ما في شيء يلي كنت عامل حسابه. طول بالك. كيف؟ لك كيف بدي هدا والبشر ما بتنبلفوا لي بتمه وكيف؟ لك انت عرفتي ليش شربت انا يا مال الشام؟ عرفتي؟ بس انا ما بدي اياك تهرب. ايه وبخلي كل الخلايا تقعد تبخوش بجسمي على قال وقيل وسق ونق وكلهم يعيروني انه انا مالي رجال. انت رجال وسيد الرجال. لك حاجه تاكلي بعلي حلاوه بقى. حاجه انا مالي رجال، ولو رجال كنت قدرت تجيب ولد. لا طلال ما دخل الولاد. لو القصه بالولاد كان الارنب سيد الرجال. لكن يا مال الشام ليش انا؟ ليش انا دول كل الخلايا؟ ليش؟ حكمه الله. حكمه رب. لا اله الا الله. محمد رسول الله. حكي لي يا مال الشام، مين في رجال على وش هالمعموره؟ ما بينادوا له ابو فلان وابو علتان الا انا. لا
بس الله كريم، الله كريم كتير يا طلال. ملوك وحكام وأنبياء ورسل، الله رزقهم بعد عمر طويل يا طلال. بس أنا ما مني رجل. بس الشغلة بإيد الله، ما لها بإيدك. استغفر الله العظيم يا ربي. سيدنا زكريا عليه السلام وهبوا الله عز وجل سيدنا يحيى على كبد. بس أنا مالي نبي، مالي نبي. ورب العالمين ما خص الأنبياء. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت حط عينك بعين الله وكل شي بدك اياه بيصير. أنا رايتك هيك مثل ما أنت، أنت كل شي، أبي وأخي وجوزي كل حياتي. زوجك آخ آخ. يا رب يا سامع طبيب النمل، يا مفرق أصوات البشر، يا معز يا جبار. الله يسلمك تقبريني. الله يحفظك. اهلين وسهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبريني ما بوسناك. ايه والله تقبريني. تعي هاتي بوسه. الله يرضى عليك. اهلين تقبريني. نورتونا والله نورتونا. قولي لي تقبريني، جوزك بالبيت؟ لا مو هون. تفضلي ارتاحي. امي فوتي. شوف تفضل. لا هاتيهم بدي اياهم. طب اعملكم كاسه شاي؟ يلا نعيمهم. اجت بوقتك. خوش مبارح أنا وخالتك أم حسين حكينا معه، وقام الله وكيلك ضاج وماج وصار يخانق دبان وشه. كتر الله خيركم، بس برضو بتعرفوا أنه هاي سيرة حساسة كتير. ومشان هيك يا بنتي قررنا أنا وخالتك أنه نجيب لك العسل وحبة البركة، وجبنا لك هالأطرميز من ورا ظهره، وأنتي بتخليه ياخده نص الصبح والمساء كل يوم شي معلقتين ثلاثة. بصير خير خالتي، بصير خير. وينك؟ إذا تنح بتحطي له إياهم بالحليب، بالشاي بخلافه. المهم ياخد هالعسل وحبة البركة شي شهر زمان. وبإذن واحد أحد، بعد منها الله بيجبر بخاطرك وخاطره. الله يسمع منك يا خالتي. تقبريني الله كريم. قال له اسعى يا عبدي لأسعى معك، هي الوصفة مجربة. رح أحاول بكل جهدي. لا تقبريني، ما بدك تحاولي الله يرضى عليكي، بدك تعملي كل جهدك لتخليه ياكل العسل كلياته وما حبيت البركة. إن شاء الله. الله ينولك مرادك يا رب إلهي. اللهم آمين. الله أكبر يا وطن باسمك مطراس بالذهب والفضة. الله